أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية قبل قراءة الإمام؟ ما حكمه؟ يقول أحسن الله إليكم: ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية قبل قراءة الإمام؟ لا بأس، إذا تمكن من قراءة الفاتحة قبل قراءة الإمام هذا شيء طيب، واحتياط، احتياط طيب. نعم.